تمارس شركة أوبترون إيطاليا المحدودة نشاط عملها في منطقة توسكانا الواقعة في إيطاليا، وهي تمثل إحدى شركات مجموعة فاينتيزي التي تواظب على العمل منذ أكثر من 30 عاماً في نطاق التكنولوجيا العالية المختصة بالمراقبة البيئية والأرضية. تمتد المعرفة التقنية المرسخة للمؤسسة على أكمل وجه في مجال أنظمة التصوير الضوئي، الأشعة تحت الحمراء القريبة والأشعة تحت الحمراء، الاتصالات البعادية، وأيضاً في مجال إنتاج برامج وأنظمة الحاسوب لتحليل الصور والإبصار الصناعي، وبالإضافة إلى تحقيق بنية تحتية تكنولوجية من الفولاذ، الألمنيوم والمواد المركبة لكي تستقبل على متنها التكنولوجيات المذكورة. يتمتع الفريق التقني العامل بخبرة فائقة في مجال التكنولوجيا تعود جذورها إلى 30 عاماً، وذلك بفضل نشاط عمل الشركات الأخرى التابعة للمجموعة في نطاق الإلكترونيات البصرية المتخصصة في المجالات الدفاعية، المدنية والصناعية. وعلى سبيل المثال، وبالنسبة إلى مجال صناعات كاميرا التصوير التلفزيونية الحرارية، فباستطاعة المؤسسة سواء صناعة الأجزاء البصرية أو الإلكترونية والميكروميكانيكية وتكييفها حسب المواصفات البيئية والاستعمالات المطلوبة. بإمكان أوبترون إيطاليا أيضاً تصميم وصناعة أنظمة مركبة ومعقدة، تجهيزات مفردة أو مجموعات صغيرة من الأجهزة حسب الحاجات والمتطلبات المحددة لعملائها، وذلك بتنفيذ اختيارات تجريبية في الموقع بهدف تحسين فاعلية عمل الأجهزة واستعمالاتها التطبيقية. ينقسم مقر المؤسسة الذي يحتل مساحة 300 تقريباً إلى مجمعين منفصلين، المجمع ألف حيث تتواجد المختبرات الإلكترونية والإلكترونيات البصرية، المنطقة المخصصة لمختبرات البحث والتطوير وصناعة النماذج الأولية لبرامج وأنظمة الحاسوب، والتي تتمتع كافتها بتجهيزات حديثة ومتقدمة جداً. المجمع باء حيث تتواجد المكاتب الإدارية والتقنية ومختلف مختبرات الميكروميكانيكية التي تتمتع بالعديد من الآلات والمعدات الميكانيكية الدقيقة. إن النشاطات التي تمارسها الشركة حالياً تتوافق مع المعايير المعتمدة للجودة التكنولوجية العالية، وذلك سواء فيما يتعلق بالنطاق التكنولوجي المحلي أو الدولي.